طب دكتور علاء، لماذا تراجع اليورو ولم يتراجع الدولار من وجهة نظرك؟ لأن الدولار الاحتياطي الفيدرالي الذي يطبع الدولار يرفع الفائدة على الدولار بنسبة عالية جدا، حتى أصبح الاستثمار في الدولار، لأن طبعا المجتمع المالي العالمي هو مجتمع ربوي يبحث عن الفائدة الأعلى. أصبح أكبر سندات أو أكثر سندات ربحا في العالم الآن هي السندات الأمريكية المقومة بالدولار الأمريكي، والسندات الأوروبية أصبحت أقل يعني عائدا من العائد على السندات الأمريكية. إذن كل من كان يستثمر أمواله في السندات الأوروبية سواء ألمانية أو إيطالية أو هولندية أو غيرها، سحب أمواله وباع هذه السندات الأوروبية وذهب ليشتري سندات أمريكية لأنها تعطيه عائدا أعلى من العائد الذي كان يأخذه على السندات الأوروبية. هذا طبعا انهيار للاقتصاد الأوروبي وانهيار للعملة الأوروبية، وهذا يعطي زخم لقيمة الدولار مقابل باقي العملات، حتى أن الدولار أثر طبعا على أسعار الذهب، ولكن يعني هذا التأثير أنا أراه يعني محدود المدة، لأنه في النهاية الدولار عبارة في تقديري الشخصي كخبير اقتصادي الدولار ورقة ملونة، إنما الذهب هو مال حقيقي.